طب يا شباب، النهارده معانا مقارنه استثنائيه جدا ما بين السلسله الجديده بتاعه ريلمي في مصر، الريلمي بي 1 برو 5G والرينو 12 اف 5G. الموبايلين في نفس الرينج تقريبا، حوالي رينج 13000 جنيه للنسخ الاقل من الموبايلين. فلو انت معاك 13000 جنيه ومحتار تشتري اي موبايل فيهم، هجاوبك على كل حاجه في الفيديو ده. المقارنه هتكون شامله في كل النواحي، تصميم بقى، اداء، فيتشر زياده، معالجات، اكسسوارات، كل حاجه هتلاقيها في المقارنه دي، بحيث هتبقى طالع من المقارنه دي انت مقرر هتشتري رينو 12 اف 5G ولا الريلمي بي 1 برو 5G. لو انت كنت محتاج المقارنه دي، ما تنساش تعمل لايك للفيديو، عايزين نوصل الفيديو ده اعلى عدد من اللايكات. لو انت مش مشترك، اشترك يا صاحبي، عشان في كام مقارنه كده جايين في الطريق، يعني عنب. وفي اخر الفيديو، لو حبيت تشتري اي موبايل منهم، هسيب لك تحت الفيديو في الديسكربشن لينكات الشراء بارخص سعر، وكمان اكواد خصم هتديك خصم اضافي وهتدعمني جدا. فيلا بقى نبتدي ونشوف الموبايلين دول بيقولوا ايه. اول حاجه خالص، محتويات العلبه. الاثنين بيجي معاهم شاحن في العلبه 45 واط، الاثنين معاهم كفرات في العلبه، ده شيء عظيم جدا، كل حاجه جايه مع الموبايل في العلبه. نيجي بقى لتصميم الموبايلين. الموبايلين تقريبا يعتبروا هما وجهين لعمله واحده من ورا، مع اختلافات بسيطه. البي 1 برو بيجي بكيرفات وانحناءات كده من الظهر، وكمان في تيكتشر والوان بصراحه مستوحاه من الطبيعه جامده جدا. الرينو 12 اف بيجي بظهر مسطح، حتى الكاميرات برده في نفس الديزاين، شكل مدور ولكن مش بارزه عن جسم الموبايل، ومسكه الموبايل حاده شويه بسبب ان مفيش انحناءات كده في الظهر، فالزوايا حاده جدا. لو انت ماسك الموبايل لفتره طويله بهذا الوضع من غير كفر هتتضايق شويه، ولكن المسكه بتاعه البي 1 برو بصراحه مريحه جدا، وده بسبب الكيرفات اللي موجوده في الظهر، فبتمسك كده الموبايل بتحس كده مستقر في ايدك يعني. نيجي بقى من قدام، الاختلافات تبتدي تبان شويه مع الشاشه، بس في حاجات مشتركه ما بينهم. الاثنين بيجوا بنفس حجم الشاشه 6.67 انش، نفس النوع اموليد، نفس التردد 120 هرتز، ولكن بقى مع اختلاف في حاجتين. اول حاجه السطوع، السطوع في الريلمي بي 1 برو 950 نتس، في الرينو 12 اف 1200 نتس. في فرق طبعا لصالح 12 اف، ولكن مش هتقابلك اي مشكله خالص مع بي 1 لو انت بتستخدمه مثلا بره او تحت اشعه الشمس. حاليا انا حاطط الموبايلين جنب بعض ومعلي السطوع على اعلى حاجه، هتلاقي اختلاف بس اختلاف بسيط، بس التفوق للرينو 12 اف. بصراحه الشاشه الكيرفت دي ليها محبينها، الشاشه الفلات برضو ليها محبينها، ولكن بعيدا عن كده الحواف صغيره جدا في البي 1، يكاد يكون كله شاشه، وكمان علشان الشاشه كيرفت فمسكه الموبايل انحف وارفع واسهل، والكيرفات اللي موجوده في الشاشه وظهر الموبايل مخليه مسكه الموبايل سهله جدا، الموبايل كده مستقر في راحه ايدك. الحواف كبيره شويه في الرينو 12 اف، الشاشه مسطحه ما فيهاش كيرفات، طبعا برضو ليها محبينها. طبعا الموضوع بقى ديزاين والشكل، دي زوائيات، انا احب حاجه، انت تحب حاجه، واحد تاني يحب حاجه تانيه خالص، فانت هتقرر انت هتبقى حابب ايه. بس انا اللي عارفني عارف ان انا ببقى ميال اكتر للشاشه الكيرفت، انا دايما هختار عشان بحب شكلها، عشان ده ذوقي انا، انت ممكن تكون مختلف عني. المهم نقطه الشاشه دي، هما الاثنين هيبقوا متفوقين فيها، الاثنين بيجوا بشاشات محترمه وكل حاجه تانيه. وبالنسبه لماتيريال التصنيع للموبايلين، بيجوا بماتيريال من البلاستيك من الظهر. الريلمي بي 1 بيجي بمعماريه اي بي 65، ولكن ال 12 اف بيجي بمعماريه اي بي 64، الاثنين مقاومين للميه والغبار، بس البي 1 المعماريه بتاعته او المقاومه بتاعته اعلى من الرينو 12 اف. ندخل بقى على فروقات فعليه شويه، المعالج والاداء بتاع الموبايل. الريلمي بي 1 برو بيجي بمعالج السناب دراجون 6 جين 1، معالج قوي جدا وجامد جدا. والرينو 12 اف 5 جي بيجي بمعالج الدايمنسي 6300، برضو معالج كويس جدا وبيقدم اداء كويس جدا. بالنسبه للمساحه والرامات، انا معايا نفس النسخه من الموبايلين 256 جيجا و12 جيجا رام، الاثنين بيجوا باندرويد 14 مع اختلاف الواجهه على كل موبايل. الموبايلين سرعه جدا في الاستخدام، التطبيقات بتفتح بسرعه، مفيش تهنيجات، مفيش تعليقات كتير، الواجهتين اخف من بعض بصراحه. الاختلاف هتلاقيه في الالعاب شويه، لو ثبتنا لعبه مثلا زي ببجي هتلاقي مثلا الفريمات اعلى على البي 1 بسبب البروسيسور الاقوى سناب دراجون 6 جين 1، والفريمات بتوصل هناك ل 60 فريم، ولكن على الرينو 12 اف هتقدر تلعب ببجي على 40 فريم بس. طبعا اللعبه شغاله ممتازه جدا على موبايلين، ومفيش بقى اي تهنيجات ولا تقطيعات ولا الكلام ده هيواجهك اصلا على اي موبايل منهم، ولكن عدد الفريمات اكتر على الريلمي بي 1، وده معناه اللعبه اسلس وعدد فريمات اكتر، فتحس اللعبه كده سريعه قدامك. التفوق في الالعاب للريلمي بي 1 برو، من حيث البطاريه والاستخدام، الاثنين بيجوا بنفس البطاريه 5000 ملي امبير، والاثنين بيجي معاهم شاحن في العلبه 45 واط. طبعا هو مش الاعلى، ولكن كون ان موجود شاحن 45 واط في العلبه مش هتشتريه، دي حاجه كويسه على موبايلين، لكن كنت اتمنى بصراحه يكون في سرعه شحن اسرع 67 واط الكلام ده، ولكن 45 واط مش قليله، خاصه ان الموبايلين هيكفوا معاك استخدام يوم واكتر من يوم كمان، ومش هتحس بموضوع الشحن ده لو انت بتشحن الموبايل بالليل. من اهم الحاجات المختلفه ما بين الموبايلين بقى سيستم الكاميرا، الاثنين بيجوا بكاميرا خلفيه في الظهر 50 ميجا بكسل، ودي كاميرا اساسيه، ولكن البي 1 برو بيجي بمستشعر من سوني الاي ام اكس 882، ده نفس المستشعر اللي موجود في الريلمي 12 برو. الكاميرا بتدعم الاو اي اس، وكمان في كاميرا ثانيه 8 ميجا بكسل عشان التصوير الواسع، وبرده الرينو 12 اف بيجي بكاميرا 50 ميجا بكسل بتدعم الاو اي اس، بالاضافه لكاميرا 8 ميجا بكسل عشان التصوير الواسع
وكاميرا اضافيه كمان لتصوير الماكرو. اول تصوير الكاميرا الخلفيه، الكاميرا الخلفيه اللي على الموبايلين بتطلع صور حلوه جدا، لا حلوه جدا فعلا، ولكن في تفوق للريلمي بي 1 برو في الشاربنس، في الحده بتاع الصوره او كميه التفاصيل في الصوره، خاصه لما تزون ال 52 ميجا بكسل ولكن مع اختلاف المستشعرات، وهيبان قوي لما تزوم على صوره هتلاقي في تفاصيل اكتر على الريلمي بي 1 برو. ولكن الاجمالي الصور على الموبايلين بصراحه هم بيطلعوا صور كويسه جدا، ولكن الاختلاف الاكبر هتحسه في تصوير الفيديو، عشان الريلمي بي 1 برو بيقدر يصور فيديوهات 4K، ولكن رينو 12 في اخره فول اتش دي 1080. تاني اكبر اختلاف هتحسه ما بين الموبايلين هو الكاميرا السيلفي. الكاميرا السيلفي في رينو 12 32 ميجا بكسل، ولكن في البي 1 برو 16 ميجا بكسل بس. وبما ان الكاميرا اكبر في رينو 12 5G بصراحه الصور طالعه افضل، الصوره فيها كونتراست اكتر من السيلفي بتاع البي 1، الالوان فيها اوضح بكتير من البي 1. البي 1 احيانا كده مع البورتري بيخلي الصوره ناعمه وبيمسح الصوره خالص، فبالنسبه لي في الكاميرا السيلفي اللي تفوق الرينو 12 5G. في حاجات بقى ثابته هتلاقيها في الموبايلين، الاثنين بيدعموا ستيريو سبيكر، صوتهم حلو جدا وعالي جدا، الاثنين فيهم مايك اضافي لعزل الضوضاء، والاثنين فيهم كل السنسورات، جايروسكوب سنسور، بروكسيميتي سنسور، بوصله، كل السنسورات اللي انت محتاجها هتلاقيها في الموبايلين. والموبايلين فيهم بصمه موجوده تحت الشاشه بما ان الشاشه املو، والبصمه في الموبايلين سريعه جدا. في شويه بقى اختلافات ما بين الموبايلين، حاجات موجوده هنا مش موجوده هنا، حاجات موجوده هنا مش موجوده هنا. الريلمي بي 1 برو ايه الحاجات اللي مش موجوده فيه؟ اول حاجه مفيش 3.5 ملي، مفيش دعم الميموري كارد، مش هتقدر تزود المساحه، ومفيش NFC. بالنسبه لي موضوع NFC اهمهم بصراحه، يعني كان لازم يبقى فيه خاصيه دي. ايه الحاجات اللي مش موجوده في رينو 12 اف؟ مفيهوش مدخل 3.5 ملي برده، بس في اضافه ميموري كارد، ولكن هتستغنى عن شريحه من الشريحتين. في خاصيه ال NFC هتلاقيها موجوده، ولكن مفيهوش تصوير 4K، ولكن البي 1 كان فيه تصوير 4K. ولكن الرينو 12 اف فيه خاصيه زياده اللي هي الرينج الموجود حوالين الكاميرات اللي بينور RGB، اللي بيشتغل مع الالعاب، بيشتغل كبديل كده للنوتيفيكيشن ليد بتاع زمان بس موجوده في ظهر الموبايل. الليد ده بينور اللي بيجي لك اشعار على الموبايل، انما بتشحن الموبايل هو بديل للنوتيفيكيشن اللي دي بتاع زمان. بصراحه جامده جدا وعجبتني. طيب يا معلم، سعر الموبايلين كام؟ ريلمي بي 1 برو هتلاقيه في رينج 14000 جنيه، الرينو 12 اف هتلاقيه في رينج 13000 وشويه، الرينمي طبعا اغلى شويه عشان هو ببروسيسور اقوى، وده بالحديث عن النسخه ال 256 جيجا و 12 جيجا رام من الموبايل. بقيه الاسعار بالدولار والريال والدرهم الاماراتي هتلاقيها ظاهره قدامك على الشاشه، عشان حبايبنا اللي بيتفرجوا علينا من اي بلد ثاني. طيب الخلاصه بقى، اشتري مين؟ بصراحه الموبايلين جامدين، يعني ما اقدرش اقول ده حلو وده وحش، اتنين حلوين. كمان في اختلافات ما بينهم ذوقيه، في ناس بتحب الشاشه الفلات، في ناس ما بتحبش الشاشه الكيرفت، في ناس بتحب الشاشه الكيرفت ما بتحبش الشاشه الفلات، في حاجات كده ذوقيه تشدك للموبايل، والله ده شكله عاجبني، لا ده شكله مش عاجبني، او العكس. الاثنين بيقدموا مواصفات حلوه جدا، وان كان ده هيتفوق مثلا في الالعاب، هيتفوق في تصوير الفيديو 4K، ده هيتفوق اللي فيه NFC، فيه خاصيه مثلا مش هتلاقيها في اي موبايل تاني، او مش موجوده في موبايلات كتيره زي الليد اللي موجود في ظهر الموبايل. الشاشه فلات مسطحه لو انت بتحب الحاجات البيزك الكلاسيك، الشاشه كيرفت برده بتبقى معرضه بشكل اكبر شويه للكسر لو الموبايل وقع، وان كان الموبايل ده برده بيستحمل صدمات بشكل كويس. اختلافات ما بين الموبايلين، انت لازم تقرر انا هحتاج ايه وممكن اتنازل عن ايه. موضوع مثلا الميموري كارد، لو انت فارق معاك ده تقدر تزود ميموري كارد، ده مش بتقدر تزود ميموري كارد، الاثنين كده كده مش هتستخدم معاهم السماعه العاديه، مفيش مدخل 3.5 ملي، لو انت ده هيفرق معاك، دي حاجه ممكن تفرق مع حد فيقول لك انا مش مهتم بالموبايلين اصلا. فانا دوري ان انا اوضح لك الاختلافات بشكل كويس، واعرفك كل موبايل ايه اللي ليه وايه اللي عليه، وانت دورك ان انت تقرر والله انا هستحمل ده ومش هستحمل ده، انا محتاج الحاجات دي ومش محتاج الحاجات دي، وساعتها تجيب موبايل جامد جدا. ومبروك عليك مقدما اي موبايل هتشتري منه. طبعا هحتاج اعرف رايك تحت الفيديو في الكومنتات، انا هقرا كل الكومنتات انتوا تكتبوها، حبيت اني موبايل اكتر، او انت ممكن تبقى ناوي تشتري اي موبايل فيهم لو انت حبيت تشتري موبايل منهم. وما تنساش طبعا لينكات الشراء اللي هتلاقيها تحت الفيديو في الديسكربشن، وكمان اكواد الخصم عشان هتديك خصم اضافي. وكده انا اكون خلصت ودوري خلص، دورك انت بقى ان انت تقرر وتشتري، واشوفك على خير في الفيديو اللي جاي. سلام.